مرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أكد خبراء اقتصاديون أن الوقت الراهن لا يسمح بتغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار دون اتخاذ إجراءات تكفل للدينار الحفاظ على قيمته. وقال الخبراء إن عملية الدفاع عن قيمة الدينار بحاجة إلى احتياطيات تتنامى مع مرور الوقت في خزينة البنك المركزي، وكذلك عملية إعادة تأهيل الاقتصاد ليكون منتجاً. وأضافوا أن العراق لا يمتلك حالياً إيرادات بالدينار غير إيرادات الرسوم والضرائب الحكومية وغيرها. بلغت مبيعات الدولار الأمريكي في البنك المركزي العراقي من مزاد العملة خلال شهر حزيران الماضي أكثر من 5 مليارات دولار. وقالت مصادر صحفية إن البنك المركزي باع خلال شهر حزيران الماضي في الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 5,300,417,675 دولارا، مرتفعا عن شهر آيار الماضي. وأضافت المصادر أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وبلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج إضافة إلى البيع النقدي 1460 دينار عراقي لكل دولار. صنفت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تونس ضمن قائمة 17 دولة المهددة بالتخلف عن سداد ديونها. ونشرت الوكالة تقريرا تحت عنوان مراجعة توقعات القطاع السيادي إلى الحياد في ما يتعلق بتأثير الحرب في أوكرانيا، تضمن قائمة بالدول المهددة بالإفلاس أو المعرضة للتخلف عن سداد ديونها، من بينها تونس ولبنان وسريلانكا. وأعلنت فيتش تخفيض توقعاتها بشأن الديون السيادية التونسية من درجة التصنيف المحسن إلى درجة الحياد، مؤكدة أن الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات المترتبة عنها أججت مشاكل على مستوى التجارة والنمو الاقتصادي وتدفق رؤوس الأموال والتضخم المالي. ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في الوقت الذي تكثف فيه الصين من عمليات شراء النفط الروسي، اضطرت إيران إلى خفض سعر نفطها الخام لتتمكن من منافسة خصومات موسكو على النفط. ويبلغ سعر النفط الإيراني حاليا نحو 10 دولارات للبرميل، أي أقل من الأسعار العالمية، بانخفاض يتراوح بين 5 و6 دولارات منذ شباط الماضي عندما غزت روسيا أوكرانيا. وفي ظل العقوبات الأمريكية والبحث عن مشترين للخام، تخفض طهران أسعار نفطها للتنافس مع الخام الروسي المباع في الصين. ارتفعت أسعار النفط الدولية بالتزامن مع مخاوف المستثمرين من تعطل الإمدادات، والتي من أبرزها خفض محتمل للإنتاج في النرويج. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية أيلول 22 سنتا لتصل إلى 113 دولار فاصلة 73 للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 1.95 دولارا ليصل إلى 110.38 دولارات للبرميل الواحد. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.